بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. ان شاء الله اليوم غنشوفوا فيديو جديد من فيديوهات العملات الرقمية. هذا الفيديو يخص عملة قوية جدا، من اقوى العملات اللي كاينه حاليا في سوق العملات الرقمية، اللي هي بيزك اتنشن توكن. هاد البيزك اتنشن توكن صراحة لو فونداتور المؤسس ديالها عنده واحد الخبرة كبيرة جدا في مجال الويب. يكفي ان نعرف ان المؤسس ديال هاد العملة هذه هو نفسه مخترع جافا سكريبت ولو كوفونداتور ديال موزيلا فايرفوكس. يعني غير هاد الاسمين صراحة هو هرم في مجال تقنيات الويب. تري بيان، يكفي ان نعرف ان تقريبا الاي سي يو ديال البيزك اتنشن توكن جمع تقريبا 35 مليون دولار في اقل من واحد وقت اللي وجيز جدا. تري بيان، اول حاجه نشوفوا لا فيديو ديال العمله باش نتعرفوا عليها اكثر. I'm Brendan Eich. I created JavaScript at Netscape, then founded the Mozilla project in Firefox. I'm now doing Brave as a new browser and a new system for properly valuing user attention. Brave software is introducing an innovative solution, blockchain-based digital advertising. نسيت أن أذكر أنه من مؤسسي نيتسكيب نافيغاتور، اللي كان تقريبا في البداية ديال الإنترنت، بداية ظهور الإنترنت. زيادة على في 2016 أنه اخترع هاد المتصفح الجديد اللي غادي نشوفه في هاد الفيديو. هذا هو موضوع هاد الحلقة اللي سميتو بريف. Online advertising was once simpler. It consisted of advertisers, publishers, and users. Digital advertising has evolved into an opaque. المهم ان المشروع، انا نخلي لكم الرابط ديال لا فيديو باش تشوفوه باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. لذلك المشروع ديال العملة هو مشروع ديال الاشهارات، يعني باغيين ومزيج بين البلوك تشين والاشهار، والاساس ديالو هو لو نافيغاتور، واحد المتصفح اللي سميتو بريف. هذا المتصفح كيف ما قلت لكم عنده واحد الخصائص مهمه جدا، خصائص اللي صراحه انه كيعتمد على البي ار تي، يعني بيزك اتنشن توكن في العمل ديالو. نقدروا ان نشوفوا ان شاء الله بالتفصيل في هذه الحلقه هذه. كيف ما غادي نشوفوا الواجهه ديال بريف هو هذا. غادي نخلي لكم الرابط ديال ديال التحميل ديال هذا المتصفح في لا ديسكريبسيون. كيف ما شفتوا صراحه الانترفاس جميل جدا، يعني الواجهه جميله جدا. حاليا انا تقريبا قمت بتحميل هذا المتصفح منذ حوالي ساعة أو ما يزيد عن ساعة. هناك 55 تراكر اللي بلوك، يعني أن هذا الموقع كي بلوكي لي تراكر. اللي ما كيعرفش لي تراكر هما واحد دي بتي بروغرام، واحد البرمجات صغيرة جدا كي انستاليوهم لينا، يتم تنصيبها من طرف مجموعة من المواقع اللي كندخلو ليهم باش يتعقبوا الحركات وتعقبوا لي كليك اللي كنديرو في التصفح ديالنا من الانترنت. كيف ما شفتوا في ساعة ما كان تقريبا بلوكا 138 ادز، يعني تم حظر 138 ادز، وهذا شيء جميل جدا اتسيتيرا.
هاد النافيغاتور عنده واحد الخاصية مهمة جدا ومهمة بالنسبة لنا، من غير لا نافيغاسيون، يعني من غير التصفح، عفوا من غير التصفح، عنده واحد الخاصية مهمة جدا، أنه كيفرق، أنه كيوزع، أنه كيفرق مجموعة من العملات ديالو اللي هي بيزك اتنشن توكن على المتصف، على الناس اللي خدامين به، على اليوزرز، يعني الناس اللي خدامين في هذا المتصفح وكيتصفحوا به في المواقع، انه كياخذوا كيربحوا هذا البيزك اتنشن توكن. هذه حاجة كيف ما غادي نمشي نشوفوا هنا، عفوا 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 هنا بريف ريورد. Like you will be offered free token grants from Brave. Be sure to keep an eye out for out for the alerts. يعني أن هاد عفوا بعدا على الإنجليزية الضعيفة ديالي، ولكن اللي بغى يقول بأن هاد البريف أنه كيعطي مجموعة من العملات الرقمية ديال البات، وخصكم تخلي عينيكم على الواليت ديالكم، مرة تلقاو فيها البات كاينين، وهذا الشيء على حساب التصفح ديالكم للمواقع. تري بيان، هذه حاجة مهمة. حاجة مهمة الثانية، هو عنده ان سيستم، ان بروغرام دو ريفيرال، يعني عنده واحد البرنامج ديال الإحالة اللي مزيان، مهم جدا انك تتربح تقريبا التوكن بات على كل شخص قام بتحميل هاد النافيجا، هاد المتصفح، وقام باستعمال هاد المتصفح. يعني مجرد ان شخص قام بتحميل هذا المتصفح عن طريق الريفيرال ديالك، عن طريق الرابط ديال الإحالة الخاص بك، يمكنك أن تربح العملة بات عن طريق فعل الإحالات. يعني كتربح عن طريق التصفح، زيادة عن طريق الإحالات كتربح البات، ورغم ذلك عندك في التصفح ديالك أن النافيغاتور المتصفح يقوم بحذف كل الإعلانات التي تعطل تصفحك للإنترنت. عفوا أنا كنحاول نشرح باللغة العربية، ومزيج بين اللغة العربية واللهجة الدارجة باش المتتبعين العرب يفهموا الحلقة، ولذلك كتشوفوا أنا كنحاول نتعود باش نشرح باللغة العربية، وكتشوفوا الارتباك اللي كاين في الفيديو، أعتذر عن هذا الارتباك هذا. تري بيان، دونك باختصار مفيد أن عملة البات هي عملة قوية جدا، تقريبا المرتبة ديالها كيف ما شفنا في الكوان ماركت كاب 33، وعندها واحد تيم اللي من أحسن لي تيم اللي كاينين في السوق ديال العملات الرقمية. ثاني حاجة، عندهم بريف نافيغاتور، بريف المتصفح بريف، اللي غادي تمكن لك انك تربح البي ار تي، البيزك اتنشن توكن، عن طريق تصفحك للمواقع اللي كتصفحها انت يا يوميا. زيادة على ذلك، يمكنك الاستعانة بنظام الإحالة، وأنك تدعو أصدقائك لتحميل هذا البرنامج، وبالتالي تربح البات توكن عن طريق هذا البروغرام هذا. تري بيان، فوالا، نتمنى أكون توفقت شرح ديال هذا الفيديو. ما تنساوش تدعمونا بتسجيل عن طريق الرابط اللي غتلقاو في لا ديسكريبسيون. كيف ما غادي تشوفوا الرابط، غتلقاو الرابط ديال الإحالة، ربما
يكون تقريبا بحال هكا الرابط. كيف ما غادي تشوف بان بتحميلكم لهذا المتصفح انكم تدعمون القناة. نتمنى لكم توفق الشرح ديال هذا الفيديو. حاولوا صراحة المتصفح اكثر من رائع. ما تنساوش تابوناو معنا وخليو ان كومونتير الى عجبكم لا فيديو الى عجبتكم لا فيديو تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.